وانت بتحب الالغاز؟ صراحة كل واحدة عدت عليا كانت لغز، بس أنا كنت بعرف أحله. بس على فكرة المكان حلو قوي، بس هو مش غالي شوية ولا إيه؟ لا ما تقلقيش، ما أنا عامل حسابي إن أنت بس اللي هتاكلي، واللي هيتبقى منك هاخده معايا وأنا ماشي. خليكي هنا مع عم مينا، ما تسيبيهوش، اوعوا تتحركوا، سامعين؟ انت هتروح فين يا جمال؟ ما تقلقيش، لو قدرت هرجع لك تاني. لكن هي ايه اصلا فيتوريو فينيتو دي؟ فيتوريو فينيتو دي مدينه في ايطاليا. المدينه دي هي اللي حاربت فيها ايطاليا اخر معركه ضد النمسا في الحرب العالميه الاولى. ممكن حد ينضف لي الاوضه؟ تحت امرك يا فندم. خدت بالك كانت بتبص لك ازاي؟ خدت بالي، بس انا كنت عايز اشوفك هتبقي مركزه معايا ولا لا. Io parlo tre lingue: inglese, francese e italiano.